الكبير القدير الاستاذ فايق عزب يعني قيمه كبيره من اعمده النقابه، وانا على المستوى الشخصي تربطني بيه علاقه قويه جدا جدا جدا، كان حبيبي، وكنا يعني قريب في رحله تبع النقابه، وكنا قاعدين نهزر ونلعب ونضحك، وكان فنان كبير ومتواضع وبسيط. على المستوى النقابي طبعا احنا كل شويه بنفقد رمز من رموز النقابه، ويعني يعني ربنا يرحمه، يعني بقواسي نفسي وبقواسي اسرته وبقواسي الوسط الفني وجمهوره، ربنا يرحمه، قامه كبيره وقيمه كبيره، يعني ربنا يصبرهم ويصبرنا جميعا. يعني احنا متعودين احنا بنبعت لهم، انت فاهمني، متعود. انا فوجئت برساله من اسره المرحوم جايه لي ان النهارده كذا كذا، فانا جيت جري، انا كنت قد المصادفه، لكن هم ما تبلغوش يعني اعذروا الناس. يعني لسه امبارح فنان محمود حميده كان بيكلمني بيقول لي يا العزاء امتى؟ انا كنت متفق مع الاستاذ المهندس خالد ابنه هنظبط. فطبعا هم واضح ان هم عملوا العزاء وبلغونا، بس بلغونا طبعا يعني انا عرفت بعد الساعه 3، احنا ما نلحقش نبلغ باقي الفنانين. فلكن ان شاء الله نعمل التكريم اللي يليق بالاستاذ فايق عزاء، لانه قيمه كبيره وربنا يرحمه.